بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة احنا عندنا جليس ساعات بيتسرسب من ايدينا ويبعد بعيد عننا لكن هو الجليس ده احنا محتاجين نعيد استكشافه مرة تانية ونعيد معرفته مرة تانية لانه هو في الحقيقة ما ينفعش يبقى مدة زمنية لكن هو لازم نتعامل معاه بطريقة تانية خالص تجعله شيء بيسري في حياتنا وشيء بيسعدنا وشيء بيخلينا دايما متجددين ويخلينا قادرين على التغيير في حياتنا الشيء ده انتوا عارفينه ايه الشيء ده هو الشباب احنا بنتكلم عشان احبابنا اللي معانا كتير بيكون عندهم احساس بان الحياه مرت والاحياء والحياه فات وقتها وفات منها كتير بيبقى عندهم حاله اسمها استرداد الشباب وعشان كده احنا مخليين الحلقه دي النهارده لان الفتره اللي فاتت لقينا الشباب موجودين عندنا وبنتكلم عنهم وبنتكلم عن اللي بينتظرهم طب واحنا كلنا ايه اللي بينتظرنا فكنا لازم نتكلم عن استرداد الشباب استرداد الشباب كقيمه حتى عند الشباب حتى الشباب عايزين نتكلم عن استرداد قيمه الشباب عندهم فاحنا عشان كده بنتكلم عن استرداد الشباب باعتباره قيمه وعشان نقدر نتكلم على ده انا حد من اولادي هو كبير ولكن في نفس الوقت عنده تجربه لطيفه حبينا نتعامل معاها ونتعرف عليها معانا الاستاذه نهله جمال ازاي حضرتك انا مستحبه طعام السحر انا عايز اسالك اسال حضرتك قبل التغيير اللي حضرتك عملتيه شويه في حياه حضرتك كنت بتحسي بايه والله تحس للاسف بفراغ كده وملل وان انا ماليش لازمه او حياتي خلصت خلاص وقفت يعني عملت دوري في الحياه ولادي كبروا شويه فمش محتاجيني فحسيت بفراغ شويه وملل كده فحبيت ان انا اجدده يعني يعني لقيت الحمد لله ربنا مديني نعمه العمر والحمد لله لسه فلازم اجدد شبابي وحياتي عشان استمتع بنعمه ربنا خليني بقى اسالك سؤال واضح ايه اللي عملتيه بالتحديد عشان تقدري تستردي هذه النعمه اللي هي نعمه ان لسه في حياتنا فيه شباب الحمد لله والله انا كنت بفضل الله كنت طول عمري دايما بلعب رياضه بحب الرياضه بحب صحيح. السباحه أه. وبحب بلعب كره طايره وسباحه دايما بس طبعا الحاجات دي وقفت كلها لما تزوجت وانجبت وكده واتجهت ناحيه مسؤوليات يعني وكده فسبت بقى الرياضه خالص وبنخلي بقى الرياضه بوايا. دي لاولادنا بقى يعني احنا ما آه بنلعبش رياضه واولادنا هم اللي يلعبوا رياضه بقى بالظبط كده يعني انا كنت بوديهم دايما التمارين وكده وكان بيبقى نفسي العب طايره العب سباحه كده بس ما كنتش بلعب يعني كانت جوايا بس ما حققتهاش يعني لغايه لما من فتره كده من شهرين ثلاثه كده جات لي الفرصه الحمد لله يعني ليا صديقه شجعتني ان انا ارجع تاني للسباحه و... و... وقلت هجرب ه... يعني هاخد التجربه والحمد لله بفضل الله يعني آ... رجعت تاني للسباحه ورجعت للتمارين والحمد لله برضو بفضل الله لقيت آ... ناس كتير قوي في سني واصغر واكبر لا احنا مش هنمشي آ... كده انت لا انت حصل حاجه وحضرتك مش عايزه تقوليها، حضرتك ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ حصل حاجة لا. مهمة. يعني أنا حسيت العمر بيجري مني، حسيت إن العمر بيجري لا مني بس حصل و... حاجة بقى قبل ما نسأل بقى آثار الحاجة دي، أنتِ حضرتك حصلتي على ميدالية. آه حضرتك قصدك على الميدالية؟ آه حضرتك حصلتي على إيه؟ الحمد لله حصلت على ميدالية ذهبية وبرونزية، كان في السباق كان عندنا يعني لا بعد حضرتك دهرت... حصلت على البرونزية الأول وبعدين الذهبية صح؟ أيوة. طيب احكي أه... لنا بقى إيه اللي حصل؟ احنا يعني في النادي اللي انا مشتركه فيه كان في بطوله جمهوريه بعد ثلاث اسابيع كده تقريبا والمدربه قالت لي يعني ايه رايك نجرب ونخش وكده فالحمد لله بدات التمرين الصبحيه كنا بنروح الساعه من 9 كده ل 11 ابتديت اواظب على التمارين الاول طبعا كانت صعبه شويه بس الحمد لله بفضل الله يعني كملت وكده ودخلت بطوله الجمهوريه دي و والحمد لله بفضل الله دخلت كذا سباق أربع سباقات والحمد لله في اثنين منهم بفضل الله يعني أخذت مركز ثالث وواحد مركز أول والحمد لله كانت تجربة جميلة جدا جدا يعني يعني أنا بنصح الكل بصراحة إن هما يعني اللي عنده حاجة هواية أو رياضة يحب يعملها ما يقولش العمر وقف وخلاص أنا كده وقفت يعني إن هو بس يكمل وإن شاء الله ربنا هيكبر بخاطره وهيسعده يا رب إن شاء الله حضرتك شعرة بايه دلوقتي والله شعرة ان انا انسانه جديده شعرة ان انا مولوده جديده الحمد لله حاسه بسعاده وحاسه براحه نفسيه وحاسه برضو صحتي اتحسنت كتير قوي ونفسيتي اتحسنت وحياتي كلها اتغيرت الحمد لله بفضل الله يعني فكاني أستاذ... مولود جديد يعني بفضل ربنا الله. ربنا ان شاء الله ربنا يسعدك بهذه بهزي... بهذا الميلاد الجديد وانا شاكر جدا جدا استاذ نهله على هذه التجربة وإن شاء الله مش بس يكون في الرياضة ومش بس يكون كمان في العمل الخدمي اللي انت حضرتك بتقوم بيه بل يكون في كل الأنشطة اللي انت بتقوم بيها إن شاء الله تتولدي حضرتك من جديد ويفضل السعد والهنا في رحابك إن شاء الله شكرا حضرتك أستاذ يا, يا سادة لازم نفهم حاجة مهمة قوي لازم نفهم إن إحنا لازم نفهم إن الشباب ده قيمة الشباب مش مده زمنيه واحنا لازم نفهم كمان الشباب احنا عندنا مشكله الناس اللي زي اللي عنده اولاد وكلنا عندنا في سنه كده لازم نفهمها عن الشباب لازم نفهم ان الشباب مش قاصدين يتمردوا علينا هما عندهم منظومه قيم جديده يا ساده منظومه قيم عندهم ان التنوع ده شيء مقبول وشيء لابد ان هم يعيشوه هما أكتر مننا عشان أكتر مننا حبًا للتنوع عشان هما عاشوا وتعلموا بهذه الطريقة، ولازم نفهم إن الشباب بيحاولوا يثبتوا نفسهم ويثبتوا إن هما قادرين على التعامل لأن هما عندهم الفرص كلها بقت مليانة تحديات وبقت فيها نوع من أنواع الاختلاف، لأنهم لما مش بيلاقوا نفسهم بيحصل لهم إحباط. بيحصل لهم احباط عشان عندهم فكره التنافسيه بقت عاليه قوي ووصلت الى حد الصراع. طب ليه؟ عشان السبع حاجات اللي دايما بنقولها اللي هي سمات العصر وسمات الانسان المعاصر زادت قوي اللي هي الفردانيه زياده الفردانيه وزياده المزاجيه وزياده التشكك وزياده الاحباط وزياده المظلوميه وزياده الحساسيه وزياده العشوائيه. الدنيا اختلفت يا ساده. فعندهم حتى في مسألة العلاقات تلاقيهم بيدخلوا في العلاقات وبيخرجوا منها والناس اللي هم عايشين معاهم واللي خرجوا معاهم من العلاقات لسه حواليهم وعشان كده وجعهم بيبقى زيادة ولذلك الشباب دول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خلانا نهتم شويتين ثلاثة بمسألة الشباب النبي قال إنما نصرت بالشباب فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الشباب مليان قيم والقيم هي اللي بتنتصر قيم الشباب هي اللي بتنتصر وعشان كده لازم نحول الشباب الى قيمه مش بس لانهم اكثر مجهودا مش بس لان الشباب بيكون فيه الانسان اكثر مجهودا ولكن عشان منظومه القيم اللي بيتبناها الشباب حب الحياه الصبر بذل المجهود الامل ومحاوله فتح مجالات جديده كل ده لازم يخلينا نخلي الشباب دي قيمه عشان المنظومه اللي بيتبناها الشباب وعلى سبيل المثال احيانا بنفهم ان الشباب ما عندهمش عاطفه وان الشباب دول خلاص فقدوا العاطفه تجاه ابائهم وامهاتهم بس هما في الحقيقه لا الشباب في الحقيقه ما, فق... ما الحقيقه مش ما عندهمش عاطفه الشباب بيتحركوا بالثقه هم لازم عشان يمارسوا معاك اقصى درجات الانسانيه لازم يكون عندهم ثقه فلما بيفقدوا الثقه هم ما عندهمش في حياتهم بسبب التنافسيه ما بقاش عندهم وقت يكرروا التجربه مره واثنين وثلاثه وعشان كده احنا لازم نكون عشان نقدر نتعامل مع الشباب لازم يكون عندنا ما نستطيع ان نبذله لكي يثقوا فينا ولذلك حضره النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتعامل مع الكبار كان كلامه يعد لكن لما يجي واحد من الشباب يطيل مع الكلام يطيل معاه الكلام، شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الراجل وهو الشاب جاي يطلب منه ان هو يأذن له في الزنا أطال معه الكلام أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ وابتدى يتكلم معاه كلام منطقي. عايز تبقى شاب؟ خليك قادر على انك انت تبص للحاجه بمنظور متعدد الرؤى وتكون قابل ان الناس تتكلم معاك بمنطقيه. لازم المنطق يسود اذا كنت عايز تبقى شاب. لكن افشل طريقه ممكن نتعامل فيها مع الشباب ومع انفسنا حتى هي طريقه الاوامر لكن احنا لازم نمشي بطريقه الثقه الثقه اللي هتيجي من المنطق ومن التجربه وانا بستغرب شويه جدا 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 من الناس الناس قرروا ان يخلوا مده عمريه في حياتنا عندها وصمه لكن مش قادرين يساعدونا ان نخلي الشباب قيمه لما يجي واحد يحاول يمارس اي ممارسه مش متزنه ومش مسؤوله وهو في سن كبير نقول عليه انسان مراهق وكان المراهقه ديت فتره زمنيه محتاجه ان احنا نسبها ابدا والله ده المراهقه من افضل المراحل العمريه اللي فيها تستطيع ان انت تشوف بناء الانسان فتره المراهقه لكن احنا حولنا فتره المراهقه دي الى فتره بنسب فيها ونسب بيها وده مش حقيقي طب تعالوا نعمل حاجه صح في حياتنا ان احنا نحول الشباب إلى قيمة وعشان نقدر نعمل الكلام ده لازم نعرف ايه اللي في الشباب اللي احنا محتاجين نتمسك بيه. لازم نصدق ان في حد بيحب الحياة وهو كبير في السن وبيحبها بقلب قوي. لازم نصدق ان في واحد كبير في السن وقادر ان هو يبدع. لازم نصدق ان في واحد كبير في السن وقادر يتواصل مع من هم اقل منه سنا ويستمتعوا ويفرحوا بالتواصل معاه. لازم نصدق كمان ان العمر مجرد رقم. لكن الوصل بالله سبحانه وتعالى ممكن يخلي ساعه عند واحد تكون بمئات السنين لازم نصدق ده لازم نصدق ده بشكل واضح جدا 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 فاللي قرر ان يستمر في الحياه وينتج ويبدع ده شاب ما مش من حقكم ان انتوا تقولوا عليه ان هو شاب ومن حق الناس تعمل كده ان هي تستمر في ده واللي بيتعامل مع حضره النبي هيشوف يعني حاجه غريبه قوي حضره النبي صلى الله عليه وسلم بعث وهو في سن الأربعين ومارس حياته كلها وهي حياه مفتوحه لكل الشباب عشان حضره النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الديمومه على العمل الصالح وعلمنا كمان حب الحياه وعلمنا كمان اللي صيغ بعد كده بان المرء باصغري قلبه ولسانه وان الانسان قيمته بما يقدمه اذا اردت ان تكون لك قيمه فتمسك بقيمه. فاللي متمسكين بقيمهم وبيعيشوا بيعيشوا مليانين بالحكمه والناس ترجع لهم ودول شباب. فعايزين الناس يعيشوا بمنظومه الحياه الجديده. احنا عايشين بمنظومه حياه جديده، انا ليه بتكلم على ده؟ بتكلم على ان الكلام اللي دار حول مساله الشباب بيقول لنا ان احنا محتاجين منظومه جديده نعيش بيها. وما يصحش ان احنا نتعامل بقضيه السن. لكن معنى كده ان السن كمان لابد ان احنا نحترمه. بس كمان الكبار لازم يتعودوا ان مفيش حاجه اسمها معاش. إن مفيش حاجه اسمها انت كبرت وانتهت حياتك. احنا محتاجين لكل واحد فينا محتاجين لجيل للناس الكبار يطوروا من نفسهم ويقدموا حاجات جديده في حياتنا. محتاجين لخبرتكم. محتاجين ان الشباب كلنا نبقى شباب. احنا محتاجين ان المجتمع يبقى مجتمع شاب. مش مجتمع شاخ وخوخ. احنا محتاجين كلنا نبقى شباب. بس المهم ان احنا نبحث ونقتنع ان الحياه ما علشان يبقى لينا قيمه في الحياه لان ما حدش ابدا هيقبل ان واحد ينهي حياته وهو لسه عايش وده اللي بيقرر ان الحياه مش محتاجاه وعشان كده لقيت اختلافات كتيره في تحديد سن الشباب اللي في الاغلب في ناس بيقولوا ان هو بيبتدي في الثلاثين بس الحقيقه ان الشباب انا شايفه قيمه وعشان كده في بعض التقارير اللي انا مش متاكد من صحتها بتقول ان الشباب يفضل لغايه 65 انا مش هتم بكل الكلام ده الشباب مش هقول شباب القلب الشباب شباب القيمه اللي عايش ان الشباب ده قيمه هيبقى على طول شاب تعال اقول لكم اجراءات سريعه قوي عشان نوصل عشان نعيش القضيه دي اول حاجه عايز تبقى شاب كل يوم الصبح احمد ربنا على نعمه الحياه وعشان كده احنا طول الوقت بنعمل ايه بنقول الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا احمد ربنا على نعمه الحياه واعرف ان كل يوم جديد ده ممكن يساوي حياتك كلها ليه وإن عدوا نعمه الله لا تحصوها فانت قادر على انك انت تعيش الحياه كلها انفض الماضي من على من على ظهرك لو كان جاي لك بالهموم وثبت الماضي في قلبك لو كان جاي بالهمم لازم تقول لنفسك كل يوم الصبح اللي كان مددي في الماضي هيفضل مددي طول حياتي. اللي كان مددي في الماضي هو مددي طول حياتي. وهو معكم اينما كنتم. هو كان معاك وانت شاب وهيكون معاك وانت شاب. إذا علمت معية الله سبحانه وتعالى فأنت هتظل شاب. الحاجة التانية والمهمة إياك تخلي يوم من أيامك إلا وأنت بتضيف قيمة مضافة للي حواليك. لأهل بيتك. فكر اوعى توقف دماغك اوعى توقف الابتكار على طول اعمل قيمه مضافه لزوجتك قيمه مضافه لاولادك دخل عليهم ابتسامه اتعلم اتعلم التنكيت اتعلم الفرحه اتعلم البش حتى مهما كان سنك حتى لو عدى عليك اتعلم ده وعيش هذا الكلام مع اللي حولك واهم حاجه ان انت تشوف الخبره اللي اتعلمتها في مهنتك او الخبره اللي اتعلمتها في وظيفتك وحاول تحولها الى شيء ينفع الناس كلهم، صغها، اكتبها، حولها الى حكمه واضفها للي حواليك اكيد هيسعدوا، وتعالوا ندعي كلنا بلا استثناء شباب وشباب، تعالوا ندعي كلنا ونقول اللهم انا نعلم انك وهبتنا الحياه، فاللهم اجعلنا نرى مددك في كل نفس من انفاس حياتنا ولا تجعلنا نسير خلف انفسنا الاماره بالسوء وهي تغلق علينا ابواب نعمتك وابواب جمالك فتجعلنا امواتا ولو كنا في الحياه. اللهم يا حي اجعلنا دائما نرى جمال مددك لنا في كل لحظات حياتنا. يا رب اجعلنا على الدوام بنعيش بجمال واسرار وصلك ومددك في حياتنا. وجعلنا على طول شباب مهما كان الرقم اللي احنا عشناه بعد الفاصل نلتقي بكم عشان نجاوب على أسئلتكم المباركة فإلى بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ونخصص لها وقت محدد عشان نجاوب عليها وكمان بنتلقى ترشيحاتكم لحلقات الجليس وبنتلقى كمان تطبيقاتكم على شرحنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مدخل حضاري وكان معانا أول سؤال أم محمود من السيدة أم محمود سيدة أم محمود الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته معاكم معكم احمد اهلا وسهلا السيده ام احمد اتفضلي ازي حضرتك يا فندم نعمه وفضل الحمد لله طيب بص حضرتك ليه عند حضرتك سؤالين طيب اتفضلي السؤال الاولاني انا يعني ليا أكثر من متوفي يعني فانا لما اجي اطلع لحضرتك صدقه لازم ان انا اطلع لكل فرد صدقه باسمه ولا اطلع الصدقه واقول يعني ايه يعني عليه وعلى روحه جميعا طيب اقول لحضرتك الجواب السؤال و... الثاني اقول السؤال الثاني حضرتك عشان اسمع حضرتك اتفضلي يلا السؤال الثاني عندي اعرف من حضرتك دعاء مستحب يعني واحنا بنصلي كده دعاء مستحب حاضر اقول لحضرتك ان شاء الله اول حاجه السؤال الاولاني بتقول انا عندي عدد من المتوفين هل لازم لما اجي اعمل صدقه واهب مثل ثوابه ثوابها ليهم لازم لكل واحد صدقه حسب الحوال حسب السعه الاساس ان انت اذا كنت عايزه تكثري الثواب هتعملي لكل واحد فيهم صدقه لكن لو انت مش قادره وعملتي ثواب واحد هل يصل اليهم جميعا يصل اليهم جميعا ليه لان دوت بيكون على سبيل الدعاء ولازم في حاجه مهمه جدا جدا نتعامل فيها مع الصدقه ومع الدعاء ومع كمان هبه الثواب هبه مثل الثواب حاجه مهمه جدا يا ساده إحنا وبنتعامل مع ربنا إحنا بنتعامل مع كريم مش بنتعامل مع محاسب ربنا مش محاسب ربنا خزائنه ملأى سحاء الليل والنهار اللي علمونا هذه الطريقة إن إحنا لما نيجي نتعامل مع ربنا نتعامل مع ربنا على إن هو بيح... بيحسب علينا نفسنا وبيحسب علينا في العطاء كل حاجة ده ما يعرفش ربنا ده ربنا مدينا نعمة بيقول لنا عليها النعمة الواحدة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، واحنا من إمتى يعني خدنا ربنا خدنا من ربنا حاجة بعدد؟ إحنا بنرزق دائما بغير حساب. ربنا يعلم، في فرق إن ربنا يعلم وإن ربنا سبحانه وتعالى بيعطينا ربنا بيعطينا بحساب أي أي حساب ما علاقة هذه النعمة بإصلاح قلوبنا وبتربيتنا، مش إن ربنا بيتعامل معنا ببخل، حاشاه فلذلك لما هي هتتصدق بتصدق وتقول اللهم هب مثل صدقة مثل ثواب الصدقات هذه لابي ولاخي ولابني ان شاء الله يصل اليهم جميعا. واضح يا سيدة محمد؟ ام احمد؟ معانا ام السيدة ام محمود اتفضلي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله نعمة وفضل. شيخنا انا عندي مشكلة. حضرتك انا عندي بنت مريضة. طيب رفضت ان انا اتجوزها فجالها عريس واصر انه يتجوزها عارف انها مريضه وما كدبتش عليه. طيب. وبعدين حضرتك حتى الدكاتره لما كانوا بيروحوا كنت بوديه معاها عشان يعرف الحاله اكون انا مش كدابه عليه. المهم حضرتك انا اتجوزتها عندي في البيت ان ظروفهم كانت لا تسمح. طيب. قعد معايا فتره وبعد كده لقيت المشاكل ابتدت تزيد لانه مش مقتنع انها مريضه وسابها دلوقتي عندي في البيت ما بيصرفش عليها ولا مليم خالص يقول لها لا طول ما انت عند امك مش هصرف عليكي ولا مليم حتى لدرجه ان دلوقتي البيت طب هو سايبها عند حضرتك ليه؟ عشان هو متجوزه حضرتك يا شيخنا عندي في البيت هو اللي غضب ومشي طيب يعني هو دلوقتي الجواز اصلا كان بيت الزوجيه هي نفس البيت بتاع حضرتك بالظبط حضرتك طب هل هو خليني نسال سؤال هل هو عنده بيت زوجيه تاني ولا لا؟ لا حضرتك اه يعني هو دلوقتي رجع عاش مع اهله في بيتهم بالظبط كده اه وهو ما طلبش ان هي تروح تعيش معاه في بيت اهله بيت اهله بيت صغير وعنده اخواته ووالدته فالبيت لا يصحهم فانت دلوقتي طيب هو لو طلب ان هو يعيشوا مع بعض في بيت مستقل عندك مشكله وعندها هي مشكله؟ لا يا فندم طلبنا ان هو ياخد لها طيب يبقى حاجة. يبقى الحكم الشرعي دلوقتي ان هو اولا ما يصحش ان هو يسيبها عندكم لان بنتكم دلوقتي لا هي ناشز ولا أي حاجة دي هي مستعدة تروح معاه في بيت مستقل فبما إن هي مش ناز... ناشز ولا حاجة على حساب كلام حضرتك إذا ما كانش فيه خلاف أدى إلى إن هي طردته مثلاً من البيت أو عملت أي شيء تاني فإذا كان هو هو اللي ترك البيت فهو ما زوجها وما زال واجب عليه إن هو ينفق عليها وما ومازال... زالت هي زوجته وبما إنه بقى ما عندوش بيت مستقل يستطيع إن هو يعيش فيه فإذا كان هو طالب ان هي تروح معاه يبقى ياسس لها بيت مستقل طيب وبيت اهله ده اذا كان بيت اهله ده مش مناسب للزواج يبقى هو ما عندوش بيت ما عندوش بيت بمعنى ان هو فاقد القدره على توفير بيت فيبقى بنتك بكده هي حافظه نفسها وحافظه عرضها بان هي تقعد معاك اذا كان الكلام على الحال اللي حضرتك هو صفتي. طب نصحت ايه يبقى خلاص بنتك ليست آثمة وواجب عليه ان هو ينفق عليها نصحت ايه ان زوجها يوفر لها بيت ولو ايجار وياخد بنتك وتروحي لها انت تساعديها من الوقت الاخر السيده ايمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا فندم ازاي حضرتك يا ست نعمه وفضل الحمد لله الحمد لله رب العالمين يعني. انا بس كنت ليا سؤال واحد بس انا لما بصلي وقتي بوقت الحمد لله رب العالمين الحمد عليه. لله بس لما باجي اصلي وانا بصلي بعد ما اقرا الفاتحه ابقى مشغوله اختار سوره ايه ثاني اقرا بعد الفاتحه من السور القصيره يعني بدل لنفسي نفسي عشان انا صليت في الركعه اللي فاتت سوره مثلا كل هو الله احد افضل مستنيه افكر اشوف ايه الصوره اللي بعدها أقول لك حاجه يعني انت بتبقي محتاره لان انت خايفه تكرري الصوره السابقه وخاصه لو كانت صوره الاخلاص بالظبط كده، عايزه عليك. عايزه مثلا في الدوري الاربع ركعات اربع صور مختلفه، في السنه اللي قبل الظهر اربع ركعات اربع صور مختلفه. ليه اربع صور مختلفه؟ احنا بنقرا بس سورتين مع الفا مع الفاتحه في الركعة الاولى والثانيه. انا اقصد انا اقصد يعني انا صليت اول ركعتين بسورتين في السنه، اجي طيب. في الفرض اول ركعتين برضه يبقى سورتين ها مختلفين. هجاوب حضرتك، هجاوب حضرتك عشان نخلص من ده كده ممكن ندخل على دور وسواس واحنا مش حمل كده. طيب ايه اللي حاصل حتى لو صليتي في الركعتين بسورة واحدة يعني صليتي بالركعة الأولى في الظهر والركعة الثانية في الظهر بقوله هو الله أحد ما عليكيش اسم وبعدي الكلام دوت عنك لأن هم الصحابة جابوا أحد الصحابة وكان بيصلي بيهم وبيصلي بيهم مش بيصلي بنفسه بس بيصلي بيهم طبعا كل ما الإنسان يتسع أنا أقول لك على حلين للحالة اللي أنت فيها لأن أنت مش عايزة فتوى بس أنت عايزة فتوى وحل ف فأنت لو صليتي في الركعتين بيقول هو الله أحد صلاتك صحيحة وليس فيها شيء ليه؟ جابوا, جابوا, جابوا راحوا يشتكوا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن اللي بيصلي بيهم في كل صلاة في كل الركعات في كل في الركعتين اللي هم الجه بيصلي بيهم بإيه؟ بيقول هو الله أحد فقال لهم حضرة النبي تعاتوا، بس حضرة النبي ما قال لهمش هاتوه عشان يقول أن صلاتك بطلة لو أنه صلاته بطلة كان قال لهم لكن قال لهم هاتوه وكان حضره النبي عايز يعلمهم السر فقال له انت بتصلي بدي ليه قال له صفه ربي فاحب ان اصلي بها فقال اخبروه بان الله يحبه اذا ليه قلبه متعلق بسوره الاخلاص فصلى بها في الركعت في الركعتين فصحت صلاته نصحت لحضرتك بقى ايه ان انت عشان تخرجي من الامر ده لان الامر ده انا عارف بيجي لنا كتير ان ساعات بيدخل في دور الوسواس صلي بما تجد فيه قلبك سواء كررتي او ما كررتيش يعني اللي تجدي فيه قلبك بس ما تخليش النفس الاماره بالسوء تدخلك من هذا المدخل لو خلاص انت قلبك متعلق ان انت بتصلي بسوره الاخلاص صلي بسوره الاخلاص عايزه تنوعي لا باس وفي حاجه سهله ان انت تفتح المصحف قدامك على على شيء مستند وما تحركوش وتقري من الصور اللي قدامك وبس يبقى المساله كده سهلة ويسيرة وما تحاوليش تدخلي نفسك في هذه الحيرة ولا تعقدي الامر بالنسبة لحضرتك. استاذ ايمن من اسيوط يتفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسال حضرتك سؤال بس. اتفضل يا فندم. أه دلوقتي اخواتي شاركوا في جوازتي من حوالي يمكن 15 سنة او 10 سنين، شاركوا في جوازتي كلهم. ماشي؟ ماشي. فطبعا في اخ من الاخوات دول بيطالبني دلوقتي بحوالي 5000 دلوقتي هل ارجعهم له ولا لان هو ما ادنيش المال دواتي انا شخصيا هو شارك في جواز هل ارجعهم له ولا يا مولانا انا عايز اسال حضرتك سؤال هو لما اداهم لك قال لك الفلوس ده دين عليك يا مولانا ما ادهم ليش انا اداها كان ابويا في معاش وهو اخواتي ما ادريش انا يد بيد كده هو شارك في الجواز زي اخواتي يعني هو ادى الفلوس لوالدك ووالدك هو اللي عمل هو اللي ادار عمليه تجهيز الشقه آه. بتاعتك آه. اه اخواتي جاب الفلوس واداهم لاخواتي واداروا موضوع الفرح بتاعنا في الجواز بتاعنا كويس هل لكن... هل رجاله ال 5000 دول ولا ما اسمعني لا. يا حاج ايمن هو أمل... الكلام ده خر... ما شاء يبقى اول حاجه هو ما ادالكش الفلوس في ايديك تمام يا مولانا تاني حاجه هو ما قالش ان الفلوس دي قرض صح كده؟ هو جابهم قرض بس ما قاليش يعني هو جابهم قرض يعني, يعني, هو جابهم من قارن بنك يعني قرض لا 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 ماليش دعوه ماليش دعوه هو منين إيه؟ لا, لا هو دلوقتي ما ادالكش الفلوس وقال لك ده دين عليك اه يا مولانا يبقى هو لا ادالك الفلوس ولا قال لك آه. ان الفلوس دي دين عليك ولا اي حاجه لا ملوش طبعا. حق ان هو يطالب لان الاصل ان اعطاء المال بغير اشتراط الرد الفلوس دي على طول بتبقى هبه فهو وهب الفلوس ده لوالدك بقى لوالدتك لاخواتك لكن انت ملكش دعوه بالفلوس دي وما يبقاش واجب عليك ان انت تردها الا اذا كان دوت اداها لك وقال اداها لحد وقال له وصلها له وقال له ده دين عليه يردهولي وحتى ده محتاج ان انت لما تيجي تاخده تقول ان انت مقرر بانه دين اما وانك ما اقرتش فيبقى تصرفه دوت اسمه تبرع وتبرع يعني ايه؟ يعني هبه يبقى إذن أنت عليكش أن أنت ترد الفلوس دي وإن كان أخوك فعل هذا لمصلحتك ليس كل واحد بيفعل حاجة لحد لمصلحة حد يجب عليه أن هو له الحاجة دي فاصل ونرجع نكمل أسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعانا سؤال من الاستاذ سيد استاذ سيد اهلا يعني وسهلا اهلا بسعادتك اتفضل يا فندم اولا جزاك الله خيرا عن عنا وعن المسلمين اجمعين يا رب حضرتك انا ليا ثلاث اسئله طيب يلا السؤال الاول هتقولهم أه... لي بسرعه وانا هكتبهم ولا حضرتك وأجاوبهم مره واحده اتفضل يا حاج سيد اوكي السؤال الاولاني هل تجوز الصدقه الجاريه في بعد ما أه... الميت يتوفى يعني سواء كان من ماله الخاص ولو ما كانش عنده مال هل يجوز من اولاده؟ طيب يلا السؤال الثاني لما بقول ايه اقرا الفاتحه على روح فلان او او موتنا أمت المسلمين هل يجوز ذلك ولا لازم تكون سوره قرانيه؟ طيب. الس السؤال الثالث في رجل آه متزوج هاجر زوجته وتزوج من اخرى وعنده عقار فهو عايز يورث اولاده او يكتب لهم نصيبهم في حياه عينه. لكن عايز يحرم الزوجه الاولانيه من هذا الحق هل حلال ده التصرف ده حلال ولا حرام طيب اجاوب على الثلاث اسئله استاذ سيد السؤال طب الاولاني أسمع. هل الصدقه الجاريه تنفع من غير فلوس الميت اه تنفع من غير فلوس الميت طيب يعني يعني استاذ سيد تسمعنا بقى تسمع الجواب يا استاذ سيد هل الصدقه الجاريه تجوز من مال الميت ومن ومال ابنائه طب ابنه دوت من ابن ابنه دوت من كسبه ابنه دوت من كسبه فان شاء الله يكتب له ثواب الصدقه الجاريه حتى لو كان اولاده هم اللي هيعملوا الصدقه الجاريه من اموالهم هم لما بقول الفتحة على روح فلان يعني الفتحة وانا بهب ثوابها لروح فلان ده جائز اه جائز طب بيقول ولا لازم تبقى سورة من القرآن بالمناسبة الفتحة سورة من القرآن ده الفاتحه يا سيدي بتعدل القران بمعنى ان هي تعدل القران يعني القران كله مجموع في الفاتحه ولذلك كانوا بيكرروا الفاتحه سبع مرات ديت عشان ينظفوا النفوس السبعه للانسان وعشان يطلعوا للسماوات السبعه فاذا الفاتحه اه يجوز دوت لان الفاتحه من القران ويجوز هبه ثواب تلاوه القران للمتوفى نعم يجوز اللي بعد كده واحد هاجر زوجته والزوجه الثانيه اللي هو مش هاجرها عايز يكتب لاولادها كل ما يملك اول حاجه ما فيش حاجه اسمها ويحرم لو كان بيعمل بيكون معنى ان هو بيحرمه من الميراث اولا ده هنا مفيش فيش ميراث ده هو بيتع... بيتصرف في حال الحياه فنقول ايه لو هو عمل كده واعطى لاولاده الفلوس دي عشان ما نربكش الدنيا واللخبط الدنيا وده ظالم ولا شك أنه هو لو قصد ان هو يفرق ما بين زوجته فده حرام التفرقة ما بين الزوجتين إن هو في زوجة يفضلها عن زوجة فده حرام لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نعدل بين الزوجات فإذا كان دوت نوع من أنواع مزيد من ظلم الزوجة الأولانية أو مزيد من من ظلم الزوجة الأخرى فالظلم حرام بس خلي بالكم في فرق ما بين الظلم زوجة والعطاء والتصرف في حال الحياة الفعل دوت ان هو يظلم زوجه فده حرام لكن التصرف ده هيبقى حلال ويكاد يكون دي نفس واقعه سيدنا النعمان بن بشير ان هو حضره النبي صلى الله عليه وسلم في زوجه عايزه تكيد ضرتها اللي في زوجه لسيدنا بشير عايزه تكيد ضرتها الثانيه فقالت له ادي لابن النعمان فلوس قال حاضر ادي له قالت له مش بس كده ويتروح كمان تخلي النبي يشهد عليه فحضره النبي لما شاف الوضع ده ان في واحده بتكيد في واحده فايه اللي حاصل؟ عشان الناس مش فاكره فاهمه ان الكلام عن الاولاد عن الاولاد لا ده المساله ايه اللي جاب دخل الظلم والجور هنا؟ ان هو بيفضل زوجه على زوجه وبيوجع قلب زوجه. فهو مامور بالعدل. وربنا سبحانه وتعالى امرنا بالعدل بين بين النساء اذا حصل التعدد. فايه اللي حاصل؟ فببساطه خالص حضره النبي قال له اني لا اشهد على جور اللي هو كيد الست للست ده لا ده جور. اشهد عليه غيري وه... وعشان كده حضره النبي ما كانش ممكن يقول له ايه يقول له لو كان ده حرام ولا كان ده جور ما يقولوش اشهد عليه غيري هو ايه اللي اشهد عليه غيري ان العطيه للاولاد والتصرف في حال الحياه جائز وحلال لكن لكن ظلم الستات حرام لو عندك امراتين لازم تعدل بينهم وانت عشان بتوجع سته هو ده الظلم يبقى كده فهمنا يبقى التصرف في حال الحياه ده جائز تصرف الإنسان في ماله حال الحياة ده جائز لأن المال مازال ماله ما انتقلش ليه ورثته بالخلافة يعني هم ما خلفوهوش في ماله لغاية دلوقتي ده هو لسه حي لكن تضرير الزوجات ووجع قلب الزوجات ده ده حرام إن واحد يظلم زوجة على حساب زوجة تاني ده حتى لما تنزل ستنا مسلمة عن قسمها برضاها لازم يكون برضاها إنما توجع قلبها ده حرام لعل اكون جاوبت على اسئلتك الثلاثه سيد يا سيد سيد السيده ام احمد من القاهره تفضل الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا فندم من فضلك يا سيدنا الشيخ انا اول ما فتحت البرنامج سمعت الاخت اللي هي حضرتك قلت لها ازاي تنمي نفسها وبقت خدت الماديات وكده انا عندي وقت فراغ كبير جدا ومش عارفه استفيد إزاي انا حفظت القران الحمد لله وبراجع لكن في وقت فراغ انا ام ربيت بناتي والحمد لله كل واحده دلوقتي تعتمد على نفسها شغلي سنهم سنهم كام انت انت ما ذكرتيش الاسم ما تخافيش مش ما حدش هيعرف السن كام لكن انت انا 48 سنه طيب. الشغل عندي عشان انا كنت مسافره فالشغل دوت بيتعامل مع الشباب اللي هو اللي بيستخدم الاي تي فبقيت مجنبه فعندي وقت كبير جدا في الشغل اقول منه. اقول لحضرتك شويه حاجات اقول لحضرتك ثلاث حاجات تعمليهم دلوقتي اول حاجه لازم تعرفي انت ايه اكتر حاجه انت بارعه فيها يعني مثلا انت ممكن تكوني بارعه في الكتابه ممكن تكوني بارعه في الرسم ممكن تكوني بارعه في التلخيص ممكن تكوني بارعه في كتابة الملخصات والتقارير فلازم توصلي لان قيمة المرء بما يحسنه لما حضرت النبي قال ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يحسنه فلازم تشوفي انت بتحسني ايه فالحاجه اللي بتحسنيها دي حاولي تنميها وتعملي شويه حاجات كتيره مختلفه يعني مثلا على سبيل المثال انت لو بارعه في التلخيص وانا حاسس ان انت بارعه في التلخيص هتعملي ايه؟ تبتدي تقرا كتب كبيره وتعملها ملخصات، وفي ناس كتيره جدا جدا بتشتغل دلوقتي وتطبع الملخصات دي، الناس ما بقاش عندها طاقتان ان هي بتعمل ايه؟ تقرا كتب كبيره، فاعملي ملخصات وحاولي تنشري الملخصات دي بس الكتب محوريه في حياه الناس مثلا، او كنت مثلا بتقدري تدرسي للناس بعض الامور، تقدر تدرسي تجويد، انت بتقولي حفظت القران، فلو بتقدري تدرسي تجويد درسي للناس تجويد. انت لو بتقدري كمان تتعلمي العلم الشرعي اشغلي نفسك بتعلم العلم الشرعي او اشغلي نفسك بانك انت تنمي نفسك في الحاجه اللي انت قلت ان انت تجنبتيها روحي اتعلمي مهارات مهمه في شغلك يبقى اول حاجه اتعلمي الحاجات اللي انت بتع... بتحبيها نميها واستثمريها وطلعي منها منتجات على طول كده الان على طول الحاجه الثانيه نمي قدراتك ما تستسلميش في شغلك لو بيشتغلوا بالاي تي على طول انت حاولي تنمي نفسك وت... و... 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 ت... يعملي زي ما بيقولوا كده في المنتشرة ارجعي تاني ما تنهزميش ارجعي وبسرعه وحاولي تدربي نفسك في الامر ده. الحاجه الثالثه وهي المهمه هو ان انت تخلي في حياتك شويه حاجات جديده ما كنتيش بتعمليها، حاولي تحسي ان حياتك نعمه مش حياتك ماشيه بتهقل الايام والليالي اللي عدت وعشان كده اعتبر ان كل يوم ربنا سبحانه وتعالى بيديهولك الجديد ده نعمه جديده. اعملي انشطه جديده مع اولادك. خلي اولادك اهم مصدر من مصادر تجديد حياتك. لسه هم في سن مناسب شاركيهم الحاجات دي. انا ما حد شارك اولاده مشاركه حقيقيه في عيشتهم وخاصه لو كانوا شباب الا وربنا سبحانه وتعالى خلاه يسترد حب الحياه ويحصل له حاله من حالات تجديد واسترداد الشباب. يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا عن موضوع انا ما اظنش ان انا هسيبه واتكلم عنه مرة واحدة بس لان احنا محتاجين نتكلم عنه زيادة شوية زيادة شوية ليه؟ عشان انا اقول لكم حاجة انا اكتر ظاهرة مش قادر احبها دلوقتي هي شيخوخة الشباب تظهر شيخوخة الشباب في ايه؟ في كسرة الامراض والاضطرابات النفسية في كسرة الوجع في كسرة ان خلاص حياتي معرفش ايه فلذلك احنا هنستمر هنستمر لغاية ما المجتمع كله يحس انه هو شباب هنستمر لغاية ما كلنا نحس ان نعمة ربنا ما دامت سارية فينا فهي سارية, سارية بالمدد سارية بالخير سارية, سارية بالنور وعشان كده تعالوا نبتهل ونسأل ربنا سبحانه وتعالى دعاء تجديد الحياة واسترداد الحياة احنا على فكرة ما بنعيش غير 4% من حياتنا وحياتنا أنا آسف متبهزة متبعزقة مشتتة حوالينا تعالوا نجمع حياتنا بمدد ربنا ونقول اللهم إنا نعلم أنك أنت الواحد وأنت الجامع فاجمع علينا همتنا واصرف عنا همنا وأصلح حياتنا حتى نرى الحياة نعمة تهبنا إياها في كل نفس من أنفاسنا فتتجدد حياتنا كلما تنفسنا بجميل نظرك الينا يا جميل يا ودود يا رب العالمين احينا بشباب قيمنا في حضرتك يا قيوم واجعلنا من اهل المحبه على الدوام يا كريم يا ودود يا ارحم الراحمين